دكتور سمير صبري، هل قرأت الشق الخاص بالبعد الاقتصادي أو بالدراسة الاقتصادية في هذه الدراسة العامة؟ نعم، أنا قرأت الدراسة كلها، الوثيقة تمام، كلها. ناخد المثال الدكتور أحمد قال عليه 145 مليار مستهدف في الصادرات في 6 سنوات، صح كده؟ بالظبط. لا، إزاي؟ الوصول إليه مش في ال6 سنوات، الوصول إلى هذا الحد يبقى في العام. ما هو ده هنا فرق اللغة. يعني لو قلت مستهدف الصادرات 145 مليار في 6 سنوات، لا ده رقم تاني خالص. إنما هو عايزين نوصل في خلال ال6 سنوات ان صادراتي هو كام لمصر، دلوقتي؟ هو دلوقتي 52 مليار وبيتراجع دلوقتي ده اخر 47. 22، ده اخر لحد 22. 23 لم يعلن عنه. 23 خلينا نقول 50 مليار عشان الناس تسهل عليها. بالظبط، عايزين نوصل بال 50 تبقى 140. 145 145 عظيم. نعمل ايه؟ بالظبط، نعمل ايه؟ احنا النهارده عندنا هدف اوريدي الدوله والحكومه اعلنت عنه قبل كده، وفخامه السيد الرئيس طلب بيه، هو 100 مليار دولار. فخلينا في الرقم اللي اوريدي الحكومه المصريه شغاله عليه. احنا وصلنا ل50، اذا احنا حققنا 50% من الهدف. وكنا المفروض نوصل لل100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2025. يعني خلاص احنا عندنا شغل كتير جدا في هذا الملف. ده مش مذكور مثلا في الوثيقه. خلينا بس عشان نراجع الخطوط العلميه اللي قالها الدكتور احمد هنا، تايمينج بقى من حيث التوقيت، حضرتك بتقول 2025 المفروض كنا نوصل. ده المفروض مليار. ولا العوائق اللي دايما رئيس مجلس الوزراء يذكرها، كورونا وحرب روسيا هو ده. فبالتالي رحنا لسنه كام بقى؟ رحنا ل 2030 ورفعنا الرقم من 100 مليار دولار ل 145 مليار دولار. عظيم جدا. يبقى هنا جاوبنا على الشق المتعلق بالشق الزمني، ان هو بيقول في 2030 هوصل لل 140 مليار 145 مليار بناء على معطيات حضرتك هتقولها لنا. بالظبط، المعطيات ان احنا النهارده استهدفنا قطاعات، في قطاعات الصناعه التحويليه ما كانتش الدوله في الفتره اللي فاتت اشتغلت فيها بتركيز في ال 20-30 سنة اللي فاتت. زي النهاردة أنا عندي قطاع صناعة الغزل والنسيج كان بيتراجع في مصر، مع إن عندي اتفاقات كدولة مصرية زي اتفاقية الكويز، وعندي المان باور والعمالة اللي تقدر ترفع الرقم بتاعي فيه. الرقم كان بيتراجع مش بيزيد. حصل طفرة في مدينة المحلة الكبرى والمشروع القومي لإعادة مشروع الغزل والنسيج في مصر. أيضا دخل مستثمرين أجانب في هذا القطاع، فمستهدف القطاع ده لوحده يقدر يرفع 40% سنويا. ده في ضوء ما لديك من مستثمرين الآن في طبعًا. يناير 2024 موجودين، ولا عندما تنشد دخول مستثمرين لا آخرين؟ لا، موجودين يا فندم وشغالين، ويمكن في افتتاحات هتحصل قريب لبعض المصانع. فهيحصل لهم نمو تدريجي يوصلك للرقم ده. يوصلني للرقم ده في القطاع ده في ضوء اللي موجود دلوقتي. بالظبط، ومع كل الازمات دي. ده قطاع الغزل والنسيج. تمام. القطاع الاخر ان احنا موضوع صادراتنا من الغاز المسال ده ما كانش موجود في السابق، ويمكن من اول ما اتعملت محطات اساله الغاز ما كانتش شغاله. اشتغلت منذ 4 سنوات، وبدا الرقم اللي بيتحقق في صادرات الغاز المسال بيزيد، وبدانا نسيل غاز للدول الجوار. فبداوا يستخدموا محطات الاساله لدينا في مصر. يعني العائد ده اصبح يتحقق في 24. 2.8 من 10 مليار دولار. ده ما كانش بيحقق ما مثلا كانش بيحقق في 2022. تماما. فبالتالي سيزداد تدريجيا. تدريجيا. ده اللي موجود دون استثمارات جديده. دون استثمارات جديده. عظيم، ادي التاني اهو. عندي بقى اللي المفروض الشغل عليه هيتم ان احنا نشوف نتائجه قريب. المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. المنطقه الاقتصاديه في خليج قناه السويس، في المدينه الروسيه، في مدينة الصناعات الصينية، وفي مستثمرين آخرين من أكثر من دولة. مصانعهم بدأت إنشاء، يمكن جائحة كورونا عطلت كانت شوية، وبدأنا برضو في مصانع زي مصانع الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء. في مصنع منهم بدأ إنتاج بالفعل في منتصف 2023، أمونيا خضراء. المصانع دي لما تبدأ إنتاجها يطلع، ده كله بهدف التصدير. يبقى أنا في المحور ده تحديدا عايز أقول كلمة واحدة، إن الدولة المصرية وفي أول مرة الحكومة والقيادة السياسية نحط توجه جديد. كنا دايما نقول الإحلال محل الواردات، وقلنا يا جماعة، وفي الحوار الوطني ناقشنا ده، عايزين نغير الكلمة دي. خلاص محدش بيصنع من الإبرة للصاروخ، احنا محتاجين التصنيع من أجل التصدير. لا، حضرتك قلت لي نقطة مهمة جدا. ما لدي من منشآت حالية، من مشاريع حالية دون اللي جاي إضافة، ده بيحقق لي بعد 6 سنين 145 مليار في قطاع الصناعة. بيحقق لي بالإضافة لمشروعات أخرى، مش هو بس، بالاضافه لمشروعات جديده سندعو اليها. يعني طبعا